مشاهدينا وتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، ودايما منورنا ومشرفينا في قناه الاهلي واخبار الاهلي. يعني اول خبر اقوله لكم، طبعا اكيد تابعتوا مباراه بلجيكا وانجلترا، وبلجيكا ثالث كاس العالم بعد تغلبها على انجلترا بهدفين مقابل لا شيء. اعتقد ان بلجيكا تستحق كاس العالم مش المركز الثالث كمان، لكن يعني انتوا عارفين مفاجآت الكوره، وخسروا مباراه قدموا فيها شوط وشوط، لكن الحمد لله على كل شيء بلجيكا ثالث العالم. وبكره المباراه النهائيه ان شاء الله كرواتيا وفرنسا، توقعوا بقى مين اللي هيكسب؟ انا اعتقد كرواتيا، في ناس كتير تقول لي فرنسا. هنشوف بكره ان شاء الله المباراه الفاصله والحاسمه في نهائي كاس العالم الممتع والشيق، كاس العالم اللي اتى لحضراتكم بدون اي توقعات، ولا ملك التوقعات نفسه قدر يتوقع مباراه واحده اللي هو خالد بيومي. طيب نروح بقى لاخبارنا، اخبار الاهلي في كل الدنيا. الاهلي ده طبعا ده اللقطات ارشيفيه قدام حضراتكم من المباراه المركز الثالث والرابع، اللي قلت لكم ان هي بلجيكا قدرت تاخد المركز الثالث. اكيد هنتكلم في تفاصيل هذا اللقاء بعد ما اقول لكم اخبار الاهلي، واكيد حضراتكم طبعا مهتمين باخبار الاهلي. الاهلي في معسكر مغلق في الاسكندريه استعدادا لمواجهه الهامه لمباراه تاونشيب البتسواني، واكيد حضراتكم كلكم من النهارده يعني كل قاعد على اعصابه، لكن دايما بقول لكم اطمنوا ان في وراكم فريق رجاله، وفي وراكم كيان اقل واحد فيه ممكن توصفه ان هو راجل جدا في الزمان والمكان. الاهلي بيخوض حاليا مرانو الاول في معسكره المغرق بالاسكندريه استعدادا لمواجهه تاونشيب البتسواني الثلاثاء القادم ان شاء الله في الجوله الثالثه من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا. فضل الجهاز الفني بقيادة باتريس كالتيرون الدخول في معسكر مغلق مبكرا من أجل الوصول باللاعبين إلى أعلى معدلات التركيز قبل المواجهة الأفريقية. ده كان خبر المعسكر، إن شاء الله كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المعركة، بسميها معركة لأن احنا عندنا كده مباريات بتبقى سهلة صحيح، لكن بتاخد شكل المعارك اللي هو لازم تكسب فيها إن شاء الله. مباراة ذهاب وعودة إن شاء الله مستنين من الأبطال الأهلوية الست نقاط كاملة، مفيش أي مجال إن احنا نفقد نقطة إن شاء الله. وبعثة تاونشيب تصل إلى برج العرب غدا إن شاء الله، تصل بعثة فريق تاونشيب البتسواني غدا الأحد استعدادا لمواجهة الأهلي مساء الثلاثاء القادم على استاد برج العرب. سمير عدلي دينامو النادي الأهلي والمدير الإداري لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي قال إن بعثة تاونشيب البتسواني تصل برج العرب مباشرة قادمة من بتسوانا بعد أن تمكس في دبي ترانزيت. المقرر أن يتدرب تاونشيب مرتين بالإسكندرية، حيث قال محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة أن تاونشيب يخوض مرانو الأول على الملعب الفرعي باستاد برج العرب غدا الأحد، على أن يخوض مرانو الأساسي أو الرئيسي مساء الاثنين على استاد برج العرب الذي يحتضن اللقاء، وذلك وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. أكيد طبعا لازم يشوف الاستاد ولازم يتمرن على استاد القاهرة، استاد البرج العرب الاستاد الرئيسي اللي هتقام عليه المباراة، وده طبعا زي ما قلت لحضراتكم لوائح الاتحاد الأفريقي. أكلمكم بخصوص التذاكر، وطبعا كلكم عايزين تعرفوا موضوع التذاكر، والناس حجزت التذاكر أونلاين. محمد مرجان أيضا دينامو النادي الأهلي والمدير التنفيذي النادي الأهلي قال إن الجماهير اللي قامت أو اللي حجزت التيكت أونلاين إن شاء الله يستلموا التيكت بتاعها بكرة بإذن الله. أقول لكم الخبر أو كلام كابتن محمد مرجان بالظبط، قال إن الجماهير التي قامت بحجز تذاكر مباراة تاونشيب البتسواني المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب عن طريق نظام أونلاين سيتم تسليمها صباح غدا الأحد. وأضاف مرجان أن نسبة التذاكر المخصصة للبيع لأعضاء النادي ستكون في المنافذ بفروع الأهلي الثلاثة صباح الأحد، مؤكدا أن التذاكر الخاصة بالأعضاء تشمل جميع الفئات. ده كلام الكابتن محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، أنا اتكلمت معاكم كتير جدا عن دوركم، وأكيد كل واحد فيكم من أصغر واحد لأكبر واحد أهلاوي عارف يعني إيه قيمة المشجع الأهلاوي، يعني إيه القيمة اللي بتدوها لفريق الكورة، ويعني إيه تملوا الاستاد، أو حتى يكون منكم واحد بس في أي استاد بيلعب فيه نادي الأهلي. وأعتقد قبل كده اتكلمت برضو مع حضراتكم وقلت لكم خلي بالكم إحنا بنكسب الاهلي قبل ما نكسب اي بطولات، مش معنى كده ان احنا نسيب بطولات او هنفرد في بطولات، لكن لما تحط الاهلي اسم الاهلي او ذات الاهلي او الكيان اللي انتوا حبيتوه وعشقتوه والناس ماتت عشانه جنب البطولات، لا نقول طبعا اسم الاهلي، اسم الاهلي اللي انتوا حاربته عشان يرجع الاهلي بشكله اللي انتوا عايزينه واللي انتوا حبيتوه عشانه،
عشان كده الكابتن محمود الخطيب الأسطورة لما طلع اتكلم أبرز في كلامه دور المشجع الأهلاوي ودور السند الجماهيري. قال بالظبط يعني قال أعتقد باللفظ قال إن أنتوا سند النادي وأنتوا درع وأنتوا حماء. يعني نهى كلامه في الآخر وكانت كلمة كلنا مستنيينها بصراحة، نهى إن الجمهور حماء، وفعلا أنتوا حماء هذا الكيان الكبير من أي حاجة، من أي حاجة ومن أي حد، صغر كان أو كبير. فالكابتن محمود الخطيب قال لازم نبقى شكل النادي الأهلي في تشجيعنا. ده المنظر طبعا نفسنا نشوفه تاني، واللي بيحارب عليه الأهلي من كبيره لصغيره عشان يرجع الشكل اللي قدام حضراتكم، وده فعلا أهم ملف في ملفات النادي الأهلي. يعني عايز أكد عليكم تاني إن الكابتن محمود الخطيب قال يا جماعة نروح نشجع، ملناش أي حاجة بأي حد خالص، لأن أنتوا مجرد أن أنتوا تتكلموا على أي حد أو تجيبوا اسم أي حد مهما كان، أنتوا كده يعني تخيلوا جماهير الأهلي لما تتكلم على حد حتى يعني سلبا أو إجابة. لكن خلينا ورا الأهلي، إحنا مش عايزين أي حاجة خالص، عايزين نشجع الأهلي بس بشكل الأهلي، بروح الأهلي، بشكل الأهلي وعرقته وعظمته في التشجيع وفي الشكل اللي انتوا شفتوه مع كابتن محمود الخطيب وهو بيقول كلمته. يعني حاجه فعلا اعتقد ان احنا كلنا قلنا الحمد لله ان احنا اهلاويه والاهلي دايما فوق الجميع. خلي بالكم، عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. البطولات اللي انتوا شفتوها واللي مكتوب تحتها البطوله المستحيله والبطوله العاديه والبطوله الكبيره والبطوله الصغيره، اسم الاهلي هو اللي جاب البطولات دي. شفتوا مدربين كثيره جدا جت على النادي الاهلي كلهم خدوا بطولات وكلهم عملوا اسماء كبيره عشان اسم الاهلي، عشان ارتبط اسمهم باسم الاهلي، مع احترامي ليهم كلهم ما احترامي لأي حد، اسم الأهلي هو اللي بيجيب البطولات، هو اللي بيعمل البطولات، هو اللي بيخوف أي حد، عشان كده بتاخد البطولات سواء بقى مستحيلة سهلة صعبة. عشان كده لما اسم الأهلي يقترن بأي حاجة تانية أو تحطه ضد أي حاجة تانية لازم تشتري اسم النادي الأهلي على طول. وهو ده اللي بيعمله مجلس الإدارة، هو ده اللي بيحارب عليه مجلس الإدارة. وشفت الكلام الكابتن محمود الخطيب كان بين طياته معاني كتيرة جدا، لكن احتراما لكل الناس الكلام كان في سطور قليلة جدا. عشان كده بقول لكم اي حاجه تروح قدام اسم الاهلي. كابتن محمود الخطيب لما بنتكلم عليه وانا بتكلم عليه كتير جدا، انا بتكلم مش عشان محمود الخطيب بس، انا بتكلم باسم او بتكلم الراجل اللي بيمثل حوالي 50 60 70 مليون اهلاوي، ودي حقيقه. عشان كده اللي بيتكلم على كابتن محمود الخطيب وبيتكلم عن 70 مليون اهلاوي سواء بالسلب او بالايجاب، فكل واحد يعرف قد ايه اسم الكابتن الخطيب كبير وقد ايه هو معشوق 60 او 70 مليون على الاقل. نروح بقى نرجع لأخبارنا تاني. محمد يوسف بيقول إن الأهلي جاهز لمواجهة تاونشيب المصرية، وإن الأهلي كله بأسلحته جاهزين لهذه المباراة الهامة وهذه المباراة الفاصلة الأولى والثانية كمان. قال بالنص محمد يوسف المدرب العام نادي الأهلي أكد على جاهزية فريقه للفوز على تاونشيب البتسواني مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثالثة بدور المجموعات الأفريقية على ملعب برج العرب. يوسف قال كمان مباراة هامة بالنسبة لنا نتطلع فيها لحصد النقاط الثلاثة، بالنسبة لنا دي كبيرة جدا برضو، بالنسبة لنا كلاعيبة كجهاز كنادي كجمهور كمحب أو محبين للنادي الأهلي الكبير، والاستمرار في الانتصارات من أجل عودة أو من أجل إعادة توازن للفريق مرة أخرى ونحيي آمال الجماهير في التأهل. أضاف أثق في أن وضع الأهلي حاليا وامتلاكه نقطة واحدة في مؤخرة المجموعة سيكون دافع قوي للاعبين نحو الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور في الخروج بالثلاث نقاط. حتى يوسف لو الأهلي في الصدارة برضو الدوافع موجودة، وأكيد كلامك طبعا في محله، لكن أنا بقول كمان حتى لو الأهلي في الصدارة الدوافع دايما عند لعيبة النادي الأهلي. قال كمان الأهلي مر بنفس الظروف في نسخة 2013، حضراتكم طبعا فاكرين لما تعادل الأهلي مع الزمالك في المباراة الأولى بدور المجموعات، وبعد كده خسر من أورلاندو الجنوب أفريقي في القاهرة، كنا وقتها في موقف صعب ومع ذلك فزنا باللقب في النهاية. ده كلام محمد يوسف. أنا متأكد ومتفائل بقدرة الأهلي على تصحيح مساره الأفريقي مبكرا والصعود لدور الثمانية. محمد يوسف في ختام حديثه قال قمنا بدراسة شاملة لتاونشيب لمعرفة نقاط قوته، وفريق لا يستهان به ويتميز بالتنظيم الدفاعي كما يملك عناصر هجومية مميزة ويجيد أيضا لعب الكرات الطولية. ماشي، أهم حاجة إن احنا نكون فعلا درسنا هذا الفريق. كمان يوسف بيقول بيجيد لعب الكرات الطولية، عندنا كمان ما شاء الله يعني جبنا مساك حاجة طول هاي. طيب
وتأيد أفريقيا كمان. حسين عبد الدايم بيقود مران الغائبين عن معسكر برج العرب. حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال قاد تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الأهلي ببرج العرب صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. شارك في المران كل من بكماني وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وأحمد علاء ومحمود الجزار ومحمد شريف ومصطفى شبير ومحمد الغندور بجانب عمرو جمال العائد من تجربة احتراف. ناصر ماهر مش عايزين نقول اسمك كتير يا ناصر غير ان انت متألق وان انت لعيب يعني الناس كلها كانت بتقول ناصر ماهر وعايزينه، فخليك دايما عند حسن ظن الجماهير الأهلوية، ابعد عن قالهاش لازمة خالص. النادي الأهلي أدوا برنامج تأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. الثنائي أدى جلسة في الجيم ثم استكمل تدريباتهما الجماعية أو التأهيلية في ملعب التتش، ويعاني باسم من إصابة في الركبة تعرض لها خلال معسكر كرواتيا، فيما ينتظم بركات في برنامج تأهيلي بعد انتهاء إعارته لنادي الشباب السعودي. ده كان بركات وباسم علي. نروح بقى لأخبار كأس العالم بعد هذا.